أشخاص لما كملوا اليوم ست أشخاص وظيفتهم أنهم يجمعوا الخرائط هنا في خريطة. فتو أنتم مفاتيح المدينة عندكم. عرفتوا أن بس أنا بدأ في أنك أنت تستفيد من أطراف أنت ما فيش خلاف بينهم. الحاجة الإضافية لألاف متواجدين نحن في بلدية الكفرة ضمن مشروع تعزيز القدرات المحلية والصمود والتعافي المنفذ من خلال البرنامج النهائي للأمم المتحدة ومدعوم من خلال البرنامج الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا، واللي مستهدفين من خلاله هو إنشاء لجنة خاصة ببناء السلام والخطط التنموية الخاصة بالبلدية، واللي نأمل من خلاله من خلال برامج تدريبية أو سلسلة برامج تدريبية بإذن الله ستمتد إلى منتصف شهر سبتمبر القادم، واللي نستهدف بها بشكل مباشر وضع خطة تنموية لبلدية الكفرة، واللي حيشتغل البرنامج المائي على تنفيذ جزء منها فيما ستحال باقي الخطة بإذن الله تعالى للجهات ذات الاختصاص في الدولة، بحيث أنها هي تعكس متطلبات وجهات نظر أهالي المدينة بشكل عام في رؤيتهم لمدينة الكفرة والخطة التنموية الخاصة بها خلال السنوات القادمة. الورشة كانت بمشاركة العديد من الأطياف، بمشاركة العديد من الجهات اللي موجودة في المدينة، سواء مجلس الحكماء أو ناشطين مؤسسات المجتمع المدني، أيضا القطاعات والبلدية، كلهم جزء لا يتجزأ من هذه اللجنة، واللي نأمل بإذن الله تعالى أن هي تباشر أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة في عملية التواصل مع المواطنين في كل الأنحاء في بلدية الكفرة بشكل عام، واللي نأمل بإذن الله من خلال عمليات التواصل أنهم يكونوا قادرين على وضع خطة تنموية متكاملة للبلدية، يعمل برنامج المائي بإذن الله تعالى في القريب العاجل على مباشرة تنفيذ جزء منها. مثلا تأثير العلاقات حجم التأثير وعلى العلاقات.